عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضياء عبد الله في دقائق ألمانية، ودرسنا اليوم كونيكتيف 2. كمل كونيكتيف 2، أخذنا الحالة الأولى من الكونيكتيف 2، اليوم رح ناخذ ثاني حالة اللي هي الريال، يعني لما بتحكي عن شيء خيال ما أنا واقعي. بهالحالة بنستعمل فين، تمام؟ مثلا فين إيش أين فوغل فيغي، إذا كنت طائر فيغي إيش أين فالكه، لكنت صقرا. تمام، احيانا هيك نحكي لو كنت هيك لكنت، هاي كونيكتيف 2، هاي الفين صارت لو كنت طائر لكنت صقرا فالكا. فين بتسحب الفعل اخر جملة؟ عم تحكي عن شيء انت مالك صقر، شيء ما له واقعي، تمام، فراح تستعمل كونيكتيف 2. لو كنت كنت ايش بين كونكتيف فاي ايش فيري، تمام. فير فين هويتي زامستاك فيري، لو كان اليوم السبت، اليوم مو سبت، فوغدي جيهن، فوغدي بتسحب الفعل لاخر جمله، تمام. قلنا فين بتسحب الفعل لاخر جمله فاصله فعل، هون الفعل الاساسي صار فوغدي لانه بلشت بكونكتيف فاي تنهيها بكونكتيف فاي. فين هويتي زامستاك فيري، لو كان اليوم سبت، فوغدي ايش in Schwimmbad gehen لذهبت، هاي وغدا gehen لذهبت، وغدا ايش gehen لذهبت، لو كان اليوم هيك لرحت على المسبح. فين ايش ein Bürgermeister wäre، لو كنت رئيس بلدية، فين ايش ein Bürgermeister wäre، وغدا ايش bauen لبنات، وغدا ايش bauen neue Straßen، لبنيت شوارع جديدة. فين إيش ميركل فيغي، لو كنت ميركل فيغدي فوغدي إيش إرهوهن لرفعت، فوغدي إيش إرهوهن لرفعت داس جهالت معاش، هون داس جهالت فلوشلينجي اسمين ورا بعض يعني جينيتيف، الاسم الثاني جينيتيف، معاش ومن، اي معاش، معاش اللاجئين، هذا جينيتيف، والارتكل تبعه دي جمع لانه فلشتلينجه. قلنا اذا كان دي هون ما بتضيف شيء، هون بتصير دير، تمام. داس جهالت دير فلشتلينجه، معاش اللاجئين ايهون ايهون، لو كنت ميركل رفعت معاش اللاجئين. فين ايش اين مليون ايورو هتي، لو كنت أملك مليون يورو، فوغدي كاوفن لاشتريت اين هاوس، فيلا هاوس، هون الفيلا اسمها هاوس. بس هون عندك فين ايش اين مليون يورو هاب، كاوف ايش اين هاوس، هون استعملنا الكونكتيف 2، هون ما استعملنا الكونكتيف 2. شو الفرق بين الحالتين هاي؟ هالحالة الأولى الريال، يعني شيء ما أنا واقعي، بس الحالة الثانية ممكن، هاي اسمه مخطط، تمام؟ أنت عم تخطط، لو صار عندك مليون يورو راح أشتري فيلا، تمام؟ لما بيكون مخطط حياتك هيك ما راح تستعمل كونتي سباي، بس لو عم تحكي هيك شلف راح تستعمل كونتي سباي. هلا عندنا سؤال بيك حالة، مثلا بس فوردس دو ماخن فين، فوردس موقع تاني احتلت، موقع تاني سحبت فعل آخر جملة، شو كنت راح تسوي لو لو دو اين كونيش فيرست، بس فوردس دو ماخن فين دو اين كونيش فيرست، شو كنت راح تسوي لو كنت ملك، تمام. فين ممكن، ما في داعي كل شوي اكرر فيرس فورتس دو ماخن، فاس فورتس دو ماخن فين دو اين كونيش فيرست، لو كنت ملك. فين ايش اين كونيش فيغي، لو كنت ملك، فوغدي ايش هيلفن لساعدتو، فوغدي ايش هيلفن لساعدتو، من ساعدتو دي ارم لويت جمع، ساعدتو انا اكوزاتيف هون، من اساعدو دي لويت، الارتكل دي بتضيف للصفة، عفوا ايه مو ايه
دي ار من لويت. ليش؟ لانه جمع واكوزاتيف وفي قبله دي. فورده ايش دي ار من لويت هيلفن. وين دو was würdest du machen? Schau, was du machen, wenn du 10 cm klein wärst. Wenn du 10 cm klein wärst. لو وصلت بصغر 10 سم. Was würdest du machen, wenn du 10 cm klein wärst? Schau, was du machen, wenn du 10 cm. Wenn ich 10 cm klein wäre, لو أصير 10 سم, la عملت. Würde ich machen. لعملت viele Streiche. لعملت مقالب كتيرة. طبعا كل 10 سنتي فيك تعمل كتير مقالب وما حد يشوفك. Was würdest du machen, wenn du Abu Badr wärst? شو كنت راح تعمل لو كنت أبو بدر؟ Wenn ich Abu Badr wäre, würde ich begehen. لاقترفت. Würde ich begehen. لاقترفت selbst mord, الانتحار, يعني راح انتحرت حالي. Würde ich selbst mord begehen, اقترفت الانتحار. او فيك تقول würde ich mich, würde ich mich erschießen, erschießen, يعني لقتلت حالي. würde ich mich erschießen. مو مشان ابو بدر. في حدا بيتزوج؟ شكرا. Was würdest du machen, wenn du in Russland wärst? لو كنت في روسيا. Wenn ich in Russland wäre, würde ich tragen, لارتديت warme Kleidung, ملابس دافية. Was würdest du machen, wenn du Detektiv Conan wärst? Conan, لو كنت المحقق كونان. Wenn du Detektiv, المحقق كونان. Wenn ich Detektiv Conan wäre, würde ich versuchen, لحاولت den Verbrecher zu entdecken. لحاولت, würde ich versuchen, لحاولت, فاصلة جملة ثانية, لحاولت, شو حاولت؟ هون بتستعمل zu, بأن أكتشف المجرم, القاتل. تمام؟ würde ich versuchen, den Verbrecher zu entdecken. Du machen, wenn du ein Hotel auf Mars hättest. لو كنت تملك, wenn du hättest, لو كنت تملك أوتيلا على المريخ. Wenn ich ein Hotel auf Mars hätte, لو كان لدي أوتيل على المريخ, würde ich mit niemandem sprechen. ما كنت حكيت مع حدا. ما كان يحكي معي. Würde ich mit niemandem sprechen. أو ما كنت شفتني هون. أنا هيك بقول. Wenn du Was würdest du machen, wenn du Aladdins Zauberteppich hättest? Zauberteppich, البساط السحري, Aladdins, هون Genitiv. Ist تبع الملكية. لو كان لديك بساط Aladdin السحري. Wenn ich Aladdins Zauberteppich hätte, لو كان لدي بساط Aladdin السحري, würde ich fliegen. لطرت nach Syrien, إلى سوريا. Was würdest du machen, wenn du eines Tages eine Frau wärst? Eines Tages, يعني أحد الأيام, في يوم ما. أنه ليوم واحد يعني, wärst, لو صرت مرة. Wenn ich eines Tages eine Frau wäre, إذا في يوم من الأيام صرت مرة, würde ich mich verstecken, راح أتخبى, und auf nächsten Tag warten, راح أستنى تاني يوم, أرجع زلمة.